ليس هناك من يقول، هناك مخططات موجودة بالأدراج الصهيونية، وأيضا الائتلاف الحكومي الصهيوني نص على ذلك. يجب أن نقضي على الوجود الفلسطينية في الضفة المحتلة، ويجب أن يكون توازن سكاني في الضفة المحتلة من خلال جلب مزيد من المستوطنين وطرد الشعب الفلسطيني من الضفة المحتلة. وبالتالي أنا باعتقادي لا يوجد أي إنسان عاقل، لا يوجد أي إنسان حر يقبل بهذا الوضع وبهذا الاعتداء على شعبنا الفلسطيني. ولا بيعتقد أن الاستهزاء والمفاوضات والتسويات بتجيب له حق فهو واهم. جرّد هذا الموضوع لأكثر من 30 عاما ولم تقدم لنا شيء، بالعكس هي وفرت يعني فترة زمنية من أجل قدوم المزيد والمزيد من المستوطنين من كافة بقاع الأرض على حساب شعبنا الفلسطيني. فالمطلوب من شعبنا الفلسطيني أن يقاوم بكل أشكال المقاومة أينما كان وكيفما تواجد وفي كل زمان، حتى يعني نثبت حقنا على هذه الأرض. لأنه أخي العزيز، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والحق ينتزع انتزاعا ولا يستجدر أي إنسان.